شلون تتوقع راح نمر او يمر علينا اب وتموز؟ والله حقيقة اتوقع يعني بشرني لا مثل ما مر علينا العام وصلت 52 اتوقع اني وصل 52 لان احنا في بداية حزيران وصل تقريبا 50 51 العام ما عندنا شهر حزيران ما صارت به حتى ما صارت عواصف عندنا صارت يمكن عاصفتين وبسيطات غبارية واحدة صارت بتكريت واحدة صارت ببغداد فاحنا نتأمل ان شاء الله تكون يعني الاجواء طيبة شوف التحدي ماني هي هم نوات رحمة رب العالمين رغم ما بعض الحر بس اكو شوية نسمة هواء تصير عندنا ولا اذا ما اكو نسمة هواء لا هي حتى نسمة الهواء تحرق اللي تجي تحرق بس تحرق هي يعني مريتي اضافة يعني لازم نسمة الهواء تصير شوية لان انت تعرف اذا بس حرارة وهذا الرطوبة ويعني حتى العراق جاف يعني حرارته جافة فأكيد يعني فلذلك احنا نقول نسمة الهواء شوية وإن شاء الله تكون الأيام المقبلة أيام يعني خير وإن شاء الله درجات الحرارة تصير وفق معدلاتها العامة.